الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن البايند شيل وعن الريفرس شيل. مبدئيا كده قبل ما اتكلم في اي حاجه، الحته دي رخمه شويه، فلو ما فهمتهاش بعد لما انا شرحتها حاول تسيرش عنها اكتر. في جزء كده كان في شهاده او اس سي بي اللي هي اوفنسيف سكيورتي سيرتيفايد بروفيشنال، كان بيشرح فيه حته البايند شيل والريفرس شيل بشكل كويس جدا. فلو انت معاك الكتاب بتاعهم بي دي اف، حاول تخش وتدور على السكشن بتاع النت كات، هتلاقي ان هما شارحين الحته دي بشكل كويس جدا. بس ان شاء الله انا هشرحها برضو وان شاء الله تفهمها. المهم الجزء ده احنا كنا اتكلمنا فيه في السكشن اللي فات بتاع السكاننج في الحته بتاعه النت كات، هنتكلم عليه دلوقتي وان شاء الله احاول اوصله لك. طيب دلوقتي عندك نوعين من الشيل، اوكي؟ في حاجه اسمها بايند شيل وفي حاجه اسمها ايه ريفرس شيل، اوكي؟ تمام، في حاجه اسمها بايند شيل وفي حاجه اسمها ريفرس شيل، اوكي. طيب ايه هو البايند شيل؟ البايند شيل الحاجه الفورورد، الحاجه المباشره اللي بتطلع منك تروح للتارجت. طب ازاي؟ انا دلوقتي هفترض ان انا ايه، انا دلوقتي الجهاز بتاعي ده الاتاكر، والجهاز اللي قصادي ده الفيكتيم او ده الفلنربل بمشكله ما، اوكي. فدلوقتي لو افترضنا ان الجهاز الفلنربل ده بابليك، ليه بابليك اي بي؟ ليه بابليك اي بي؟ يعني انا ممكن اروح جاي فتح التيرمينال كده، اوكي، وراح جاي كاتب بينج والاي بي مثلا بتاع الشخص، فاقدر ابنج عليه. ده كده ببساطه يعني اي بي بابليك. لو الاي بي بتاع الشخص انا ما قدرتش ابنج عليه، اعرف ان هو مش بابليك. يعني مثلا انا لو جربت على 8.008 ده الدي ان اس بتاع جوجل، انا لو قدرت بنج عليه فده كده بابليك، لو ما عملش بنج فدي مشكله من عندنا، اوكي. ما تشغلوش دماغك عشان انا مش حاطط بس دي ان اس، ما علينا. المهم يعني ما نضيعش وقت في الموضوع ده. المهم دي فكره ان انا اقدر ابنج على الاي بي، انا ممكن ابنج مثلا على جوجل دوت كوم، انا ما عملتش بنج يبقى كده في مشكله بقى من عندي. اوكي 1 مينيت عشان هو الدي ان اس عندي مش ثابت، نمسح الدي ان اس المعفن ده، نكتب الدي ان اس بتاع جوجل. اوكي نجرب تاني البنج على جوجل، يبقى مشكلة بقى في النت من عندي، هو ساعات بيقف. اوكي والنت واقف دلوقتي، مش مهم. فكرة البايند ان انت بيكون قدامك اي بي وفي اتصال مباشر ما بينك وما بين الاي بي، يعني لو الجهاز التارجت ده تقدر تعمل عليه بينج فكده معناه ان الجهاز ده ايه بابليك وليه اي بي مباشر على النت، فبالتالي ممكن ترفع مع عمليه البايند. عمليه البايند ان انا اطلع كونكشن من جهازي يروح للسيرفر التارجت بتاعي، دي فكره البايند. يبقى البايند ان الكونكشن هيطلع من جهازي وهيروح بشكل مباشر للتارجت بتاعي. طيب الكلام ده ازاي؟ لو انا مثلا التارجت ده انا كتبت عليه نت كات داش ال، يعني معناها لسن داش بي على البورت الفلاني، ولما حد يكونكت عليك على البورت ده اكسكيوت البين باش او البين شيل، يعني اكسكيوت الشيل. فكده معناها من الاتاكر انا ممكن اروح جاي اقول له ايه كونكت على فولنربل او الاي بي بتاعه والبورت الفلاني، فكده معناها ايه؟ انا اقدر نت كات دي بالظبط كانها بينج، انا اقدر اخلي نت كات تعمل اتصال مباشر على التارجت بتاعي. ده امتى؟ في حاله لو كان التارجت ليه بابليك اي بي، لو التارجت ده ليه برايفت اي بي او موجود في لوكال نتورك او قدامه فاير وول مش هقدر اكونكت عليه. دي فكره البايند شيل. تعال ناخد الريفرس شيل وهتوضح البايند شيل معايا. دلوقتي هنفترض سيناريو تاني. ايه هو؟ انا الاتاكر وده التارجت بتاعي، حلو. التارجت ده ملهوش بابليك اي بي، التارجت ده واحد من صحابك قاعد في بيت واخد نت من شركه بتاعت نت، من اي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر، حلو. فالراجل بتاع النت ده بيوصل نت ازاي؟ بيجيب له راوتر، الراوتر بيحطه هنا في السكه، اوكي، والراوتر ده بيوصل منه جهاز اللابتوب بتاعه. فكده صاحبك ده موجود فين؟ موجود ورا راوتر. يبقى في راوتر واخده من الشركة، وورا الراوتر ده مطلع كابل متوصل بالجهاز بتاعه او واخد واي فاي من الراوتر. كده صاحبك ده انت ما تقدرش تعمل عليه بايند شيل، ما تقدرش تعمل عليه ايه بايند شيل. ليه؟ عشان صاحبك ملهوش بابليك اي بي، صاحبك ليه برايفت اي بي. يبقى بايند شيل مع اللي ليه بابليك اي بي فقط،
طب لو شخص ليه برايفت اي بي ما ينفعش تعمل عليه بايند شيل، ليه؟ عشان انا ما اقدرش اقول له نت كات كونكت على الاي بي الفلاني، ليه؟ عشان الاي بي الفلاني ده مش بابليك، فما اقدرش اطلع كونكشن من جهازي يروح ليه دايركت. حلو. ساعتها بنستخدم نوع تاني اسمه الريفرس. الريفرس ده اللي هو ايه؟ ان انا اخلي صاحبي ده هو اللي يجيب لي انا الكونكشن. ليه؟ صاحبي ده لو قدامه فاير وول انا ما اقدرش اوصل له، انا اخري ممكن اوصل للراوتر بتاعه، قصدي لو قدامه راوتر فانا اخري ان انا ممكن اوصل للراوتر، انما ما اقدرش اوصل للجهاز بتاعه. انما هو ممكن يوصل لجهازي. امتى؟ في حالة لو انا جهازي كان ليه بابليك اي بي. يبقى تاني، لو التارجت بتاعي ليه بابليك اي بي انا اقدر اكونكت عليه ببايند شيل. طب لو التارجت بتاعي ملوش بابليك اي بي وليه برايفت اي بي، ساعتها البايند شيل مش هينفع تماما. طب ايه البديل؟ الريفرس شيل. الريفرس شيل اوكي، بس برضو في شرط واحد للريفرس شيل ان هو يشتغل. ايه هو الشرط ده؟ ان يكون جهازي انا الاتاكر ده ليه بابليك اي بي. حلو. او انا اكون مظبط الراوتر بشكل ما ان الراوتر بتاعي لما يجي له الكونكشن يعمل فورورد ليه؟ الجهاز الانترنال بتاعي. بس حوار ان هو يعمل فورورد والجو ده اوت اوف سكوب ان انا احوله. انت عايز تسيرش عليه سيرش، مفيش مشكله. بس انا بقول لكم الشرط بتاع الريفرس شيل ان هو يشتغل ان جهازك انت الاتاكر يكون ليه بابليك اي بي. تمام. بس على سبيل المثال الكلام ده ايه، احنا قلنا في البايند شيل انا اللي هعمل الكونكشن، يبقى مين المفروض يلسن؟ الشخص اللي هيجي له الكونكشن اللي هو الفولنربل. فعشان كده هنا ده الفولنربل بيلسن وانا اللي بعمل الكونكشن. طب في حاله الريفرس مين اللي هيبعت الكونكشن؟ الفيكتيم. ومين اللي هيستقبل؟ انا. يبقى انا اول حاجه لازم اشغل عندي النت كات واقول له لسن على البورت 80. حلو. ومن الفيكتيم اقول له بقى يا فيكتيم كونكت على الجهاز بتاع الاتاكر او الاي بي بتاع الاتاكر على البورت 80 وبعت له الشل بتاعك. مش عارف بس كان الموضوع وصل او ما وصلش، تراي تفهمه وحاول تسيرش عليه. هديك اخر مثال يحاول يقرب لك المعلومه. بص يا باشا، احنا عندنا اربع حالات. ايه هما؟ انت الاتاكر والفيكتيم اللي قصادك. في اربع حالات. ايه هما؟ انت يكون ليك بابليك اي بي والتارجت بتاعك يكون ليه بابليك اي بي، يعني انتوا الاثنين ليكم بابليك اي بي. في الوضع ده البايند شيل ينفع والريفرس شيل ينفع، الاثنين ينفعوا ما دام انتوا الاثنين ليكوا بابليك اي بي. طب السيناريو رقم اتنين، ان انت الاتاكر يكون ليك برايفت اي بي والتارجت بتاعك يكون ليه بابليك اي بي، ساعتها ايه اللي ينفع؟ انت ليك برايفت وهو ليه بابليك. ساعتها ايه اللي ينفع؟ البايند شيل اللي ينفع. حلو. والريفرس شيل اللي ما ينفعش عشان انت مالكش بابليك اي بي. طب السيناريو رقم 3، ان انت يكون ليك بابليك والتارجت ليه برايفت، ايه اللي ينفع؟ البايند شيل ما ينفعش. اللي ينفع في الحاله دي هو الريفرس شيل. طب لو انت ليك برايفت اي بي والتارجت ليه برايفت اي بي، ساعتها ما تنفعش ولا حاله من الحالات دي. لازم عشان تخلي الموضوع ينفع تستخدم الريفرس شيل وانت بقى تحاول تجيب بابليك اي بي لنفسك، او تخلي الراوتر يجي له ريكوست فيعمل فورورد ليك. برضو انا مش عارف اذا كان الموضوع واضح ولا لا، بس برضو انت من خلال الشغل بتاعنا خلال مرحله الاكسبلويتيشن والبوست اكسبلويتيشن هنحتك مع الموضوع ده عملي كتير جدا، ولما تشوفه برضو هتلاقي ان الموضوع ايه وصل لك اكتر. فادي نفسك فرصه لحد اخر الكورس. لو انت برضو لقيت الحته بتاعت البايند شيل والريفرس شيل مش فاهمه حاول تسيرش عليها، لقيتها برضو مش واضحه قول لي، وان شاء الله حتى اسجل لك فيديو تاني او اخش لايف اجاوب على اسئلتك او اتكلم معاك ايا كان، بس ان شاء الله هتوصل لك يعني. عشان ما اطولش عليك ده كان الفيديو بتاع النهارده، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم.